نمضي بك إلى الانتباه ومنها نقرأ: فرض 50 جنيها للتقديم بالخارج و25 دولارا للخارج. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء إجراءات التقديم الإلكتروني للقبول لمؤسسات التعليم العالي السودانية للعام الدراسي 2020-2019 اعتبارا من الاثنين الموافق 15/7/2019، على أن يستمر حتى الخميس الموافق 25/7/2019. ومن جهته نبه المدير العام للقبول علي الشيخ إلى أن رسوم التقديم للجامعات داخل السودان بلغت 50 جنيها، أما لغير الشهادة السودانية من خارج السودان ف 25 دولارا. يعني هنالك ربما مفارقة في الخبر، يعني إنه تقديم للجامعات والبحث العلمي بدأ تقديم إلكتروني للقبول من يوم الاثنين 25 أو 15/7، يعني في الأيام القادمة، والنت عاد بالأمس. يعني علاقة هذا بهذا بالتأكيد مفيدة بشكل كبير. كيف هو عادي، يعني كان هم في انتظار عودة الإنترنت لتمكين الطلاب المقدمين لعودة الإنترنت في زمن كفاية، أعتقد إنه ما في شيء بعيد. لكن السؤال الأهم أنا بعتقد إنه متعلق بإنه ليه الاستعجال، حتى لأنه معلوم إنه في دفعات حيحصل تكدس حقيقة، لأنه الآن الطلاب حتى الآن يعني 6 أيام. لا أنا أتحدث عن التقديم نفسه. ليه الاستعجال؟ ليه؟ لأنه هذه الدفعة في النهاية لن تجد مقاعد، باعتبار أنه السنة الأولى في كل الجامعات لم تكتمل بسبب توقف الدراسة منذ ديسمبر الماضي، بسبب تظاهرات، بسبب القرار الذي اتخذه النظام السابق. الجامعات مغلقة. إذا كان هل نحن يكون عندنا دفعتين أولى في وقت واحد؟ أعتقد أنه كان من الممكن، وده يعني ما رأي ما مشدد فيه، لأنه في فنيين للشغل ده، لأن بسبب أنه يعني كان ممكن تأخير الزمن الى فتره بسيطه حتى يتمكن انه طلاب السنه الاولى ينتهوا او على الاقل يمضوا نسبه كبيره من العام الدراسي، وبعد ذلك يتم التفكير في ادخال الدفعه الجديده. بالصوره دي انا بعتقد انه هيحصل تكدس كبير جدا جدا داخل الجامعات، ولم تكون عندها الجامعات قدره لوجستيه ولا قدره اداريه ولا قدره حتى الداخليات انه تستوعب الأعداد، إنه يعني حتى الجامعة اللي بيكون فيها 4 دفع أو الكلية اللي بيكون فيها 4 دفع حيكون عندها 5 دفع الآن، لأنه حيكون في أولتين، أولى ديك ما انتهت لسه، فبعتقد إنه كان يتم تأخيره إلى حد ما. صحيح، يعني هو 10 أيام من يوم 15/7 لحد الخميس 25/7، 10 أيام. هل برأيك هي كافية؟ كافية، ده يعني ده حد بتاع النت، لابد إنه نحن نواصل تدريب الناس على استخدام التقنية. أنا أعتقد إنه ممكن في يومين إذا كان توفرت يعني أجهزة الإنترنت والاتصالات، وعندنا اتصالات مستقرة، تيار كهربائي مستقر، إنه في يومين ممكن كل الطلاب يقدموا، يعني ما يتوفر لهم المعينات إنه مستطيعوا إنه يقدموا. لكن 10 أيام هي كافية جدا لكل الطلاب إنه يقدموا ويحصلوا على نتيجة بأسرع ما تكون، لأنه العمل هو كله عمل عبر الحاسوب. صحيح، يعني في الخبر أيضا 50 جنيها لغير الشهادة السودانية من خارج السودان، يعني 25 دولارا من الخارج. يعني هناك حديث مسألة فرض هذه الرسوم ألا يحتاج إلى إعادة نظر؟ هو في ظل الحاصل الآن، يعني إنه كل الناس أمر طبيعي يكون في رسوم، ما شايفها هي يعني مبالغ فيها ولا هي كبيرة، وهي ضرورية ومهمة. لكن ده في ظل واقع اقتصاد الناس كله بيعتمد على مثل هذه الجبايات والرسوم. أعتقد في المستقبل إنه مثل هذه الخدمات إنه يتم التفكير في إنه تقديمها بصورة مجانية. لكن مؤكد إنه ميزانيات الوزارات وميزانيات التسيير لمثل هذه الأعمال، أعمال التقديم، تحتاج إلى بعض الأموال، من المؤكد إنه غير وزارة المالية لم توفرها لهم، لذا يلجوا لفرض هذه الرسوم. مستقبلا كما قلت من تجي المدنية، إنه بعدين ممكن مثل هذه كل الأشياء الآن، الأخطاء اللي إحنا بمارسها طوال 30 عاما يمكن مراجعتها. يعني لماذا يدفع أبناء المغتربين بالدولار بالتقديم؟ ولا يعد ذلك تمييزا سلبيا؟ يعني
هناك حديث عن نظرة المؤسسات السودانية للمغتربين باعتبار الجبايات وكثير من الأموال التي تصرف. أنا ما أعرف ماذا يكون في وجهة نظر بدافع عن الوزارة، ما أعرف فلسفتها من الموضوع شنو، لكن هم ما دام أصلا يتوقع أنهم هم حيدفعوا خارج السودان، من الطبيعي أنه يعمل لهم معادلة بتاعت أنه يدون بالعملة الأجنبية. لكن إذا كان مستوى 25 دولار مقابل 50 جنيه للتقديم العادي، هي بيكون في فرق كبير جدا بينه وبين آخرين. التمييز حاصل للمغتربين للأسف الشديد، ما في هذا الموضوع حاصل لهم حتى في معادلة الشهادة، حاصل لهم في معادلة الرسوم الدراسية اللي بتفرض عليهم لاحقا. ده موضوع طويل، وده فشل أجهزة جهاز المغتربين والجاليات خارج السودان في إيجاد مخرج لهم من مع المسؤولين في النظام السابق. الآمل طبعا بقى أي حاجة بقت مؤملة على المستقبل، على ما بعد الثورة ماذا سيحدث. طيب ما بعد الثورة، يعني منظمة شفافية في إحدى الصحف طالبت بإلغاء فرض رسوم على التعليم على الأساس، يعني هل تتوقع في العهد الجديد تعليما أساسيا مجانيا وإلغاء هذه الرسوم؟ يعني هو طبعا على المستوى النظري اصلا ما في رسوم حتى على مستوى نظري، لكن ما تزال ادارات المدارس وادارات التعليم في البلاد بتتحايل على هذا الموضوع بشكل او باخر من خلال مجلس الاباء، وكان في تواطؤ كبير جدا جدا ما بين مجالس الاباء وادارات المدارس حول هذا الموضوع. الحقيقه ينبغي انه تثبيت مجانيه التعليم في مرحله الاساس، هذا امر لا بد ان يكون من اولويات المرحله المقبله. الوعود فقط لا تكفي، إذا كان الأمر على الوعود فيمكن أقول بكل صدق أنني سمعت عشرات المرات، عشرات أو مئات، إنه المسؤولين في السابق يعيدون الناس بمجانية التعليم وبإعادة وقف التشرد في المدارس إلى آخره، لكن يظل كلام فقط على حبر على ورق.